مشاهدينا لسه مكملين معاكم، وصلنا لفقره مطبخ هو وهن. النهارده هنعمل اكله كلنا بنحبها، اطفال كبار بنعملها في الشتاء، بنعملها في وقت الازمات لما نكون ما عندناش وقت ان احنا نعمل اكله كبيره وبتاخد وقت كتير. هتعمل النهارده الاكله دي. منورانا في استوديو هو وهن ضيفتي الفود بلوجر داليا ايهاب. ازيك يا داليا؟ عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه الاخبار؟ قولي لي بقى هنعمل اكل ايه النهارده؟ أوكي. وهنعملها بيتي 100% عشان كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، وبعد كده نبدا كلامنا مع بعض. بالظبط، احنا اخترنا الاكله دي عشان فعلا الاطفال بيحبوها اكتر والكبار بيحبوها طبعا، بس احنا بنحاول نستغنى عن الاكل بره بحاجه في البيت تكون صحيه وتكون كل الـ يعني كل الانجريدينتس بتاعتها عندنا في البيت. العناصر الموجوده في البيت. بالظبط، المواصفات الموجوده عندنا في البيت. هنعملها بطريقه سهله جدا. نقول للناس هنعمل اكله ايه بقى. اوكي، هنعمل برجر. برجر سهل من غير اي يعني اي توابل او اي حاجه، مش محتاجه حتى ان هو يتبل، وهنعمل معاه سويت كورن. طب يلا نقول المقادير وبعد كده نبدا كلامنا. أوكي. مع بعض. البرجر مش هيحتاج غير ملح وفلفل بس. والساندوتش زي ما احنا عايزين، نقدر نزود اللي احنا عايزينه بقى من صوص او من تشيز، ممكن تشيز، توميتو، خس، بصل لو حد بيحب البصل، ممكن مشرومز لو حد بيحب المشرومز. هنعمل الصوص مع بعض، مايونيز، مستردة، بابريكا، وملح وفلفل اسود، وميه مخلل، وممكن مخلل لو حد عايز. طيب هو الصوص ده بنعمله لايه بالظبط؟ يوجوالي احنا بنحب مع البرجر صوص وبيحلي طعم الساندوتش اكتر. انا كنت فاكره ان ده الاضافات دي هنضيفها على اللحمه. لا، هنعمل صوص لوحده. بالظبط، واللي عايز يزود الصوص يزوده. طيب، وهنعمل حاجه ثانيه سايد ديش، سويت كورن. مش هيحتاج اي حاجه، برده هنسلقه وخلاص، بس كده وبتر عليها وخلاص على كده. بالظبط. انا بقى بالنسبه لي زي ما انتم شفتوا المقادير قدام حضراتكم طبعا على الشاشه. انا بالنسبه لي الاكله دي مهمه جدا جدا جدا، لان انا عندي اقاويل للبرجر. انا دايما البرجر لما بنجيبه في اكياس او بنجيبه من بره دايما ما بيبقاش صحي اكتر، وما بيبقاش احسن حاجه للاطفال، لان انا زي ما انا قلت ان دي اكله الازمات. لما ما بنكونش عاملين اكل في البيت بنضطر ان احنا نقوم نعمل نجيب حاجات كتير ونعمل. لا، البرجر بيسعفنا جدا جدا جدا، وممكن بشويه لمسات او حاجات بسيطه او اضافات نعمله وجبه متكامله، سواء نعمل جنبيها بطاطس او كورن زي ما احنا عاملين النهارده. بس الميزه بقى النهارده ان احنا جايبين اللحمه المفرومه وهنعمل البرجر مع بعض. تعالي نقول بقى هنعمل ايه. اوكي، اول حاجه هنحط الكورن يتسلق بس عشان ياخد وقته براحته، هو يوزوالي بياخد ربع ساعه. هنحط مع الميه لبن، ودي تريك بعملها جديدة. عشان اللبن بيطري قوي الكورن وبيديله طعم كريمي شويه فبيحلي الموضوع. حلو قوي، انا اول مره برضو اعرف المعلومه دي. بالظبط، حبه لبن صغيرين مش محتاجين حاجه كبيره. هنحط ملح، وبرضو ما نضيفش ميه كتير قوي، او الميه ما تبقاش كتير قوي عشان اللبن برضو يطري الكورن كله. هنحط معلقه سكر صغيره جدا برضو عشان الكورن حلاوته ان هو يبقى شوجري شويه، مسكر شويه. انا فاكره ان انت انا بحب ان هو بيبقى مملح شويه مع السكر. أيوة، ومع بزر كله مع بعض. بالظبط. طب ليه بقى الفوران ده كله؟ هو بس الميه كانت تغلي قوي. بالظبط، انا فاكره ده بقى تفاعل اللبن. لا مع لا الميه لا مع لا السكر. لا خالص خالص خالص، فاكره ان ده اللي عمل هو مش هياخد اكتر من ربع ساعه. وهنحط مكعب صغير زبده. حلو قوي. هنبتدي بقى نعمل البرجر. البرجر مش هياخد وقت برضو خالص جدا خالص، ومش هيحتاج ان احنا نكون عاملين له اي حاجه من قبلها. هي اللحمه المفرومه بس، هنعملها كور، ممكن كور صغيره، ممكن كور كبيره. لو هنعملها للاطفال ممكن تكون صغيره عشان برضو ما يكونش البرجر والحاجات اللي زي دي انا بحبها جدا جدا، عشان ممكن نعملها لولادنا مثلا في المدرسه في لانش بوكس مثلا. بالزبط. بيبقى بالزبط مفيد قوي، لان الولاد طبعا زهقوا جدا من الاكل المعتاد اللي كلنا بنعمله كل يوم، وبيروحوا يشتروا طبعا حلويات. وطبعا في فتره بتبقى كبيره جدا، فتره المدرسه من 9 الصبح ل 3 ده وقت كبير جدا، فلازم نكون عاملين اكل حسب مزاجهم او حسب اللي بيحبوه عشان ما يزهقوش من الاكل. فممكن فعلا بشويه لحمه مفرومه في البيت نعمل البرجر ده ويبقى امن وصحي وجميل وطعمه حلو. ممكن بقى نعمل معاه كيس كاتشب صغيره، كيس مايونيز عشان الدنيا تكون لطيفه. بالزبط. بالنسبه له اهلي بقى احنا هنجيب اللحمه المفرومه، لحمه عاديه. بالظبط، لحمه عاديه مفرومه عاديه، بس هيبقى مش هنقلل بقى دهون ولا نكتر دهون فيها. بس كده لازم البرجر يبقى فيه دهون. 20% دهون. هنعمل كور بايدينا من غير اي حاجه. احنا هنعملها هنا كبيره شويه، بس احنا ممكن نصغرها اكتر من كده لو هنعملها لبيبي او طفل. هنستنى بس البان عقبال ما الطاسه عقبال ما تسخن. هنجهز الصوص وهو برده سهل جدا عشان برده عايزه ادوقه. اوكي، هيبقى نص كوبايه مايونيز،
معلقه صغيره مستردة، حاجه بسيطه قوي. بابريكا، حاجه برضو صغيره برضو. ودي مايت بيكلز. مالي انت بتشتغلي ايه؟ قولي لي انت. انا متخرجه من اعلام. متخرجه من اعلام بالظبط. ليه بقى حبك للطهي او حبك للمطبخ؟ حبي للمطبخ ده من زمان قوي. من اول ما يعني من قبل ما اتجوز طبعا انا كنت بحب المطبخ، بس بعد ما ولدت ولادي وجبت ولادي لا بقيت حاسه انه لا انا لازم اشوف حاجات طبخات جديده، حاجات صحيه اكتر، الحاجات اللي ممكن نبدلها. طب بقى في الموضوع ده امتى؟ يعني انت اعلام تشتغلي؟ لا انا دلوقتي مش بشتغل. انا تعمقت في الموضوع ده من ساعه ما ولادي دخلوا المدرسه. ما شاء الله شكلك صغير قوي ما شاء الله. بحاول ابدل لهم كل حاجه بحاجه صحيه. برافو عليكي. بحاول، انا بحب كده جدا. بحب الناس اللي بتهتم باكلات الاطفال، خصوصا في مرحله المدرسه دي او الحضانه دي. دي بتبقى مرحله مهمه جدا جدا جدا، لان احيانا الاولاد ما بيحبوش الاكل وبيعتمدوا على الاكلات اللي في الشارع او الاكلات اللي هي من بره، فدي طبعا بتبقى خطر جدا وبيعتادوا عليها، ولما بيكبروا ما تقدريش ان انت تحببيهم في اكل بيتي. بالظبط بالظبط. انا بحاول ابدل كل حاجه ممكن ناكلها بره ناكلها في البيت. وبزود بقى حاجات ممكن تكون صحية. العين تكون قفلت؟ ممكن ترفعي الطاسه؟ لا العين مفتوحه. انا ممكن ناخدها من هنا. انا مستنيه. طب ارفعي سنة اول ما يسخن شويه. شغال. بحاول ادخل في كل حاجه. جودة. كل شويه يقولي شغاله شغاله. انا كل شويه اقول لهم لا العين مقفوله. احنا هنجيب بقى اي حاجه عندنا نقدر نسماش البرجر زي ما احنا شايفين كده. لو حد بيحبه تخين، لو حد بيحبه رفيع، دي اداه كده موجوده في اي محل من محلات الادوات المطبخ، بتبقى موجوده. ممكن كمان نحط، هما بيبقوا اتنين جوه بعض، ممكن نحطهم ونطلع دايره يعني مظبوطه زي البرجر ما بنشتريه بالظبط من بره. وبتدي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا لو اي معلقه جامده كبيره. انا بالنسبه لي طبق رز بلبن، عارفه؟ ممكن طبعا يعني بعمله كده، بيبقى دايره والدايره الكبيره بتاعه البرجر الحلو اللي بناكله بره. لو ما عندناش ميزه الريسيبي دي بقى ان هي سهله جدا، ان هي مش محتاجه ان هي تتجهز من قبلها. هي اللحمه المفرومه، شويه ملح وفلفل، وهنحط الملح والفلفل. وعايزه اقول لك على حاجه، انه لما الحاجه ما بتتبلش قوي بيبقى طعمها احلى، طعم اللحمه بيكون واضح فيها وبيكون احسن بكتير من الحاجه اللي متبله جامد ومغطيه طعم التشيكن او طعم طبعًا. في بقى مدرسه يا داليا بتقول حاجه تانية، وانا طبعا ضد المدرسه دي جدا، بس انا برضو بحب التوابل. بتقول دايما ان لما بتكتري التوابل بيبقى ده شيف يعني مش اكله مش دي حقيقه. دي حقيقه. انا الصراحه بس انا بحب التوابل جدا، بس اكلي حلو، بعمل اكل حلو. أوكي. بس انا بحب التوابل، بس يعني انا ما بقتصرش عليا في الاكل ان انا احط ملح وفلفل بس. أوكي. بحط مرقه خضار وبحط توابل، بحب الحاجات اللي هي بتدي طعم وتدي ريحه وكده. هقول لك على حاجه، اصل البرجر ميزته ان هو ممكن تعملي صوص هيبقى فيه فليفرز كتير قوي. فانا مفيش هضيع طعم اللحمه واضح بالنسبه لي، واحط انا الصوص اللي انا عايزاه. ممكن اعمل كذا صوص، ممكن ازود صوص يعني لوحده، كاتشب، مايونيز، زي ما اي حد بيحب. عايزك بقى تديني المعلقه دي وندوق الصوص. بمناسبه كلامنا عن الصوص، ادوقه عشان انا بحب الحاجات اللي بتتعمل بيتي قوي، لان انا بحب اروح اشتري صوصات كتير قوي. اوكي اتفضلي. احنا ممكن بقى كمان نزود مخلل متقطع، خيار مخلل مثلا صغير. سيبي بقى الطبق ونقلب. اوكي خليكي. اوكي عايز اقول لكم بقى الحاجات دي بقت منتشره بشكل كبير جدا جدا، تعمل في السوبر ماركت، اي ماركت بيبقى فيها بقى الحاجات دي اشكال والوان. انا الصراحه بحب اجرب جدا جدا. انا برضو اعتقد عملت حاجه زي دي بس زودت عليها كاتشب. هو الكاتشب طبعا محبب لكل الاطفال، بس انا عملته زي الصوص اللي بيتباع بره في المحلات بالظبط الجاهزه. شيليه بقى من قدامي عشان انا هسفه كله دلوقتي. يعني احنا هنستنى على البرجر لغايه ما يبقى استوى من الناحيه الثانيه. انا برضو دي نصيحتي، ان لما حد يحط لحمه على النار يسيبها لحد عشان ما تفرولش، خصوصا اللحمه المفرومه او البرجر لما بيتعمل، عشان ما يفرولش مننا. صح. وما يبقاش برجر بعد كده كلنا ناكل كفته بقى ولا اي حاجه. ما هو ده وارد طبعا انه يحصل، بس حتى لو حصل ما فيش مشكله عادي، يعني دون بانيك. نعمل ايه بقى؟
ولا حاجه. بنجيب حاجه كبيره، هنشوف حاجه كبيره هنا اكبر حاجه مثلا عندي، اطلعها بشويش واقلبه. باظ ايه المشكله؟ نضمه مع بعض بالظبط. هنفتح الساندوتش وهنحط البرجر وهنحط الطماطم اللي معانا، هنحط الكابوتشا، هنحط الصوص، كل حاجه هتكون. بس فعلا انا بالنسبه لي ما نقلبوش على طول. بالظبط، احنا نستنى خالص لغايه ما يكون استوى من تحت. وحطينا الملح والفلفل خلاص من هنا، ولما نقلبه هنحط الملح والفلفل الناحيه الثانيه. طيب عقبال بقى ما اللحمه تستوي، انا كان ليا بعض الاسئله يعني ليكي. انت قلتي لي انا من ساعه لما ولادي كبروا شويه بقيت مهتمه جدا جدا باكلهم وبالعناصر الغذائيه اللي انا ممكن اعملها لهم في كل الاكلات بتاعتهم سواء في لانش بوكس او في البيت. مظبوط. افكارك ايه تاني للناس اللي هي عندها اطفال دلوقتي، لان الموضوع بقى ازمه. أوكي. ان بقى في اولاد بترفض الاكل وبترفض الاكل المعتاد ده، سنشطر عليها الجبنه والجبنه الرومي والتركي والكلام ده، بيبقوا عايزين حاجات جديده وفيها دلع كده وفي حركات ان انت تتحكي عليهم وتاكليهم اكلات تكون مفيده. اوكي. لسه كنت بتكلم انه احنا مثلا ما فيش طفل هيقعد ياكل بنجر. البنجر ده حاجه صعبه جدا، بس هو طبعا مفيد جدا، مفيد جدا في حديد عالي. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نزود البنجر ده في الكب كيك، مع عجينه الكب كيك، وببقى عامله لا بينك كب كيك او بينك حمرا شويه بان كيكس، واعمل البان كيكس بشكل مثلا قلوب، شكل ستارز في الاخر حمرا. بالظبط، هي شكلها بينك كب كيك، هم مش فاهمين طبعا. والبنجر يوزولي بيبقى مسكر شويه، فانا قدمت حاجه مغذيه ومستخبيه. دايما برضو الولاد بيعجبوا بالالوان، بيعجبوا بالاشكال. اعمل ستار فيها خضار، فيها يعني ممكن الكب كيك ازود فيها جزر مثلا. جزر بالظبط. ليه؟ لان الجزر برضو مسكر جدا ومفيد قوي، فمش مش هيضر معايا خالص، وهيدي لون مثلا في الكب كيك. اسالك على حاجه عشان انا ممكن اكون كنت مش مركزه، انت حطيتي زيت عليهم الاول؟ اه، حطيت نقطه زيت في الطاسه، اي طاسه او اي جريل هنحط لازم ماده دهنيه. بالظبط، بدل ما يلزق. فهنحط الماده الدهنيه بتاعتنا ونستنى خالص لغايه ما يبتدي اهو خد لون من هنا وقلبناه. استنيه شويه على دي. طيب ايه الحاجات اللي ممكن نعملها تاني مثلا؟ حاجات مقربه للبرجر وفي نفس الوقت تكون فيها بروتين عالي، ان انا اديها لاولادي مثلا وهم في المدرسه، خصوصا لما في ولاد في فتره الحضانه، اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، دول بيصعبوا عليا او دول كلهم بيتفحتوا في المدرسه وفي التمارين، وتلاقيهم لما بيجوا حتى المدرسه المعتاد ان ولادنا كلهم بيعملوا كده، بيطلعوا يجيبوا كيس شيبسي، كيس مش عارفه ايه، يجيبوا كيكه، فعقبال ما بيروحوا البيت خلاص بيبقوا ايه، عارفه شبع. والفتره اللي هي ما بين بعد المدرسه بيروحوا نازلين التمارين تاني، يبقى خلاص جعانين جدا جدا، والطفل بيبقى خلاص من الصبح بالليل في الشارع، وتلاقيه خلاص هيقع من طوله. في نفس الوقت انا مش معاه في المدرسه، فايه الحاجات اللي انا استمد بيهم طاقتهم وهم في المدرسه؟ اهم سناكس الخضار والفاكهه، اهم حاجه عندي. في عايزه اقول لك الجيل ده كله ما بيحبش الفاكهه، معظم الجيل ده. هقول لك على حاجه يعني، عشان انا برضو كنت قريت كتير قوي، يقول لك احسن حاجه قبل التمرين مثلا اي تمرين، تقفي عند العربيه بتاعه الموز اللي واقفه في الشارع العاديه دي، اشتري كيلو موز، اشتري كيلو موز. كل واحد يقول لك على حاجه والله يعني بجد. انا مش بقول كده عشان انا وانا كبيره في ثانوي، وانا دي حاجه أنا كويسه أنا طول جدا. عمري بس انا يعني من الناس اللي بفكر تفكير مش 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 اللي هو اكل من بره، انا ما بحبش الاكل ده. أوكي. ومش بفكر برضو اللي هو المثاليه، لا انا كنت بقف على عربيه موزه اجيب كيلو موز واكله كله قبل ما اروح اي حته. هو ده احسن حاجه، امتحانات بقى وانا رايحه ادرس الكلام ده احسن حاجه، عشان بحب الموز. علبه فيها مكسرات لو حد ما عندوش حساسيه. مكسرات برضو مليانه فيتامينز، حاجه هيلقطوا فيها وفي نفس الوقت جدا. مفيده. انا الصراحه برضو عشان بحب فكره ان انا احط علبه فيها فاكهه متقطعه، الفاكهه اللي موجوده في البيت او خضار متقطع، اي خضار. بحب احط الوان كتير عشان الالوان دايما برضو بتكاتش مع الولاد. فلفل الوان، جزر، شاري توميتو بتبقى لذيذه قوي. هو بتبص ولا بتعمل لما ما بتتقطعش كمان، فما بتتبلش وبتفضل زي ما هي في العلب، وطعمها مسكر. واهم حاجه بقى نصيحتي لكل الامهات، نشتري علبه غاليه، علبه واحده تكون بتحفظ الاكل، لان ساعات الصراحه الاكل ده لما بنحفظه، لو علبه اي كلام بنحفظه ساعتين في اي علبه، تكون العلبه دي مش صحيه ومش قابله مثلا لحفظ الاكل، الاكل بيبوظ والعلب يشموا الاكل بعد ساعتين، ريحته طبعا بتغير، فالولاد بيجي لهم عقده اصلا من فكره اللانش بوكس بتاع المدرسه. صح، اعتقد يعني كده صح. كل ما اللانش بوكس فيه الوان، برزنتيشن، التقديم بتاع اللانش بوكس حلو،
هيتشجعوا ياكلوا. بعدين دلوقتي هما قاعدين مثلا بيعملوا بيلونوا، قاعدين بيلونوا، حطيت طبق جنبهم مليان فاكهه وخضار، غصب عنهم الوقت ده بيبقوا يعني مش واخدين بالهم يقعدوا ياكلوا بالظبط. والفراوله بقى والرمان والحاجات الحلوه دي في كل الكلام ده بحطه في اللانش بوكس. يعني كل الكلام ده بحب احطه في اللانش بوكس، وعلى طول جنبنا طبق فاكهه او خضار. واول ما ابتدوا ياكلوا بعد ما عدينا مرحله الحاجات المهروسه، بقيت بحط لهم حاجات على الهاي تشير، كذا رمانه مثلا، فلفلايه متقطعه يقعدوا يعضعضوا فيها، جزرايه وهم مش عارفين يقطموها، خياره. ده صراحه زود، بيحببهم كمان في الخضار والفاكهه، بيحببهم يعني. وفكره ان هم يمسكوها بايديهم التكستشر بتاعتها مع الالوان يقعدوا يجربوا، ده فرق الصراحة. دي بقى وظيفة الأم في السن الصغير، اللي هو بعد سنتين لما الطفل يبتدي ياكل عشان ياخد على الأكل ويعرف كمان أشكال الأكل وألوانه، ويبتدي إن احنا ندخل بقى بعد كده في مرحلة المدرسة العناصر دي ويبقى بيحبها ومش قافل منها. احنا كده خلاص احنا اعتقد ان البرجر قرب يستوي. بالظبط بالظبط، احنا متأكد بس ان هو كمان استوى من الناحية التانية. وهنبتدي بقى نجيب العيش بتاعنا، نحط الصوص ونحط الانجريدينتس بتاعتنا. احنا في برضو تريك ممكن نعملها بتحسن الساندوتش، ان احنا ممكن نحط العيش. انا بعمل كده بقى في العيش التورتيلا مع احطه على النار مع اي حاجه انا بسويها بقى، او بعد ما اسوي الاكل بشيل واحط التورتيلا، يبقى طعمه حلو قوي. في حاجات بقى اللي انت قلتي عليها زي ان هي بتحب ال- 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 التتبيل، زي الشاورما. الشاورما بحب اتبلها مثلا تبقى طعمها. بس احنا النهارده يعني ايه، احنا عاملين اكله بسيطه، بس هنقول بعض الوصفات الثانيه اللي ممكن تفيد كل الناس اللي بتشوفنا، عشان نعمل اكلات صحيه لاولادنا في مرحله المدرسه، لان دي مرحله مهمه جدا. فقولي لي بقى الشاورما، لان طبعا كثرت الاقاويل على عمايل الشاورما، وفي ناس بتعملها بطريقه وفي ناس بتعملها بطريقه تانية خالص. فانا عايزه الطريقه المعتاده اللي هي بتاعه الشارع، اللي كلنا بنحب الساندوتش بتاع الشارع الشاورما ونروح ناكل. انا بحب اتبل اللحمه بتاعه الشاورما بزبادي. طب قبل بقى ما ما انا عارفه موضوع الخل ده هو اللي بيخليها طعمها حلو قوي، او الزيست بتاعه تبقى بتاع الشارع. بالظبط. قطعيه اللحمه يا داليا، القطعيه نفسها بتبقى بفتيك ونقطعه بعد كده، ولا بيبقى ممكن اتخن من كده وانا بالسكينه اتحكم في القطع؟ لا، هو الاحسن هو يبقى حاجه بفتيك او يعني انتر كات رفيع قوي، بحيث ان هو لما يتبل ما ياخدش وقت في السوى. الحاجه الثانيه يكون جوسي واحنا بناكله، ما بقاش بيشد شويه او حاجه. الاطفال ما بتحبش الشاورما قوي، يعني ممكن تبقى حاجه كده. بس انا برضو بتكلم يا دانيا عن السن بتاع مثلا 5 ابتدائي، اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي. انا هقول لك على حاجه، انا مش لازم اعمل الشاورما ساندوتش، احنا ممكن نعمل رز بخضار. بس هم السن ده ما بيرضوش ياكلوا الحاجات دي في المدرسه، بنبقى عايزين الاكلات دي في الشارع. دي حقيقه، يعني لو جبت خضار ورز والكلام ده ممكن نعمل سندوتشات شاورما، ممكن نعمل فراخ بانيه، ممكن نعمل ناجتس. تعالي نكمل ماشي موضوع الشاورما الاول، لان طبعا ممكن نعملها بكذا طريقه. بالظبط، وبتبقى جميله جدا، وسواء بنعملها فراخ او لحمه. بالزبط. بتبقى بنفس الطريقه، وممكن نزينها ببقدونس والحاجات الحلوه دي. بالزبط. وما بتاخدش سوى، بتخلص على طول. ممكن احنا نتبل في الحاجات دي بالليل يا دوب نسويها. بالظبط بالظبط، هي مش هتاخد برضو 10 دقايق، بس اهم حاجه تكون متبله عكس البرجر. هنتبلها بزبادي، ملح، فلفل اسود، بابريكا، خل. الخل بيخلي اللحمه تندر قوي، تستوي بسرعه، والساور بتاعها المزازه بتاعه الخل بيبقى حلوه قوي في التتبيله. وفي توابل اصلا بتاعه شاورما، ممكن نحط حاجه بسيطه سيبها من قبلها في يوم، وبعديها على طول تاني يوم بحطها في فان زي دي بنقطه زيت، نبتدي نشوح اللبنه لغايه ما تشرب ميتها خالص. نتاكد انها استوت، لو ما استوتش بنزود ميه حاجه بسيطه. وخلاص الشاورما جهزت. بس بقطع بقى، انا برضو بقطع في الشاورما بتاعتي، بحط كل الخضار اللي ينفع يتحط. بس انا انا بقى ليا راي تاني في الموضوع ده، ان ايه، طبعا الصبح بنبقى مدور على الهدوم، واللي بيدور على شنطه المدرسه، واللي بيدور على الشراب، بيبقى الصبح الحاله بكهرباء قوي. بالزبط. فبنحط اللحمه ونوطي عليها ونيجي نقلبها تقليبه ونسيب. بنبقى مقطعين بقى ايه، زي ما داليا قالت، تقطعي عليها فلفل الوان، واقطع فلفل الوان، بصل، بصل، طماطم، بقدونس. البصل الصبح لانها بيديها، البصل لما بيقعد بيدي طعم. لا، هو البصل مش هينفع في اللانش بوكس طبعا، انا بتكلم في النيوترال دايز. لا، البصل مش هينفع خالص في المدرسه طبعا. ممكن نحط بقى فلفل الوان ونحطه في الاخر خالص، عشان الفلفل ما يغيرش لونه ويفضل لونه باين في اللحمه، وما يبقاش دبل او ما يبقاش استوى قوي. ده بيبقى احلى طبعا مع الشاورما. احنا عملنا ساندوتش من غير تشيز. ده واحد هيكون اول واحد من غير تشيز.
حطينا الصوص دلعينا تعملي كذا طريقه بالظبط. حطينا الصوص طماطم حلو جدا نفس اللي بنشتريه من بره. هنحط العيش برضو. تريك العيش دي انا بحبها الصراحه، بتدي طعم للعيش قوي، تستر العيش جدا بالزبط. مع البرجر هنحط طيب. التشيز بقى تسيح على البرجر عبال بقى ما تسيح. اوكي عايزه بقى اسالك على طرق تانية للاكل ممكن نعملها. وساعات بنبقى عندنا لحمه وعندنا مفرمه في البيت، بنبقى ساعات مزنوقين عارفه الوقت اللي هو بتاع مثلا مش قادرين نعمل بقى رز وخضار ومش عارف ايه بالظبط. نبقى عايزين نعمل مثلا كفته سندوتشات مع جرجير مع بصل الكلام ده، او بالزبط. ممكن نعمل برجر زي ما حضرتك طبعا عملتي. تقطيع اللحمه اوكي بعد ما اشتري اللحمه عندي، طلعت لحمه افرمها احط عليها دهون او يعني بعمل ايه بالظبط عشان تطلع برجر او كفته؟ لازم اللحمه يبقى فيها دهون. لازم التكستشر بتاع الدهون هو اللي بيدي التيست في الاخر مع اللحمه المفرومه سبيشلي. لازم حتى لو 20% يبقى فيها دهون. طيب. حتى لو انا مثلا عندي مثلا دهون وابقى اضيف عليها بالظبط. اللحمه نفسها لما اجفرمها تبقى لحمه عاديه، لحمه خضار عاديه، ممكن اي لحمه اي لحمه طبعا تتفرم، اي لحمه عادي هتتفرم مفيش اي مشكله، المهم اضيف دهون عليها بس. بالظبط بالظبط. لازم يبقى فيه برسنتج، لازم يبقى فيها نسبه دهون عشان اللحمه يبقى طعمها حلو. طيب قولي لي بقى اكلات تانية كده ممكن نعملها في اللانش بوكس، بما ان انا النهارده مهتمه جدا بحب اعمل ناجتس في البيت جدا. انا مشهوره يعني بالناجتس دي. طبعا عايزاكي تقولي لي يعني طريقتها. أوكي. لان انا من الناس اللي فشلت أوكي. يعني عايزه اقول لك في ودنك كده فشلت في عمل الناجتس، وفي الاخر بعد ما بجيب وخدي بالك هي طريقتها صعبه لان مش عارفه تحطي في دقيق وبعد كده في حرف ايه. انا بعملها كده صعبه جدا في الاخر، نسيبها هي نعمل ايه، نعمل الجاهزه اللي هي بتبقى في العلب بالظبط. فقولي لي بنعملها ازاي. انا زي ما قلت لك بحاول ابعد عن العلب دي خالص، فانا بجيب فراخ بانيه عاديه جدا بفرمها. ابدا بقى من الاول. ملح بابريكا ونفرم ال بالظبط، وهنفرم الفراخ نفسها. مع عيش توست. العيش التوست ده بيخلي الطعم والتكستشر بتاعت الناجتس زي بره. توست الابيض بس مش الحرف بتاعه، الحرف اللي بنستخدمه بالظبط. بنحط بابريكا وباودر فراخ، باودر توم، باودر بصل، بصل بودره يعني. بنفرم الفراخ، نبتدي نعملها الشكل بتاع الناجتس، نشيلها في الفريزر لاي وقت. الفكره بقى في السوا بتاعها ان هي تعمل الكوفر زي بره. نعمل ايه؟ بيكربوناتو، وحاجه بسيطه جدا عشان انا المفروض انا استخدم حاجه هيلثي، بس هي دي الحاجه اللي بتخليها زي بره بالكريسب اللي بره بالظبط. بيكربوناتو حاجه بسيطه قوي، ونشا ودقيق. على ايه بقى؟ على النشا نفسه؟ على النشا ودقيق. بعمل طبق باول كبير فيها نشا ودقيق، هي بس وصفتها كتير شويه. ببتدي انزل الناجتس فيها. ومن نفس مفيش بيض بقى والكلام ده خالص، مفيش بيض، مفيش. بنفس الحاجه اللي عندنا دي ببتدي احط باول تانيه بس بمعلقه ميه. بنزلها فيها وارجع تاني احطها في الدقيق والنشا عشان تعمل طبقه تانيه بالظبط. وابتدي اقلي، بتعمل بقى كريسبي وبتبقى لايرز، بتبقى لونها حلو. دي احسن وصفه الصراحه انا عملتها. بتحبيها للاطفال؟ وكل الاطفال، كل الولاد وكل الكبار. وعايزه اقول لك الاطفال الصغيره اللي اتربت على الناجتس والستريبس والكلام ده لحد دلوقتي لما بيكبروا تلاقيهم برضو لما بيروحوا مكان يقول لك انا بحب مثلا الناجتس او بحب الستريبس او بحب الحاجات دي. مظبوط مظبوط. بجد انت نورتينا، ميرسي. وكانت فقره جميله. ميرسي. احنا لسه بقى عايزين نطلع الاخر ساندوتش معانا. اخر ساندوتش معانا زي ما انتم شايفين بقى خلاص. احنا عملنا واحد من غير صوص خالص، واحد جبنه بالصوص وكل حاجه، واحد من غير تشيز عشان يبقى فيه كل الاوبشنز. هنحط الكابوتشا، ممكن برضو لو عندنا مشرومز بنعمل المشرومز بزبده. انا كنت هختم الفقره ونسينا نقدم الكورن. يلا نطلع الكورن. الكورن خلاص خلاص خلص. نجيب بقى الطبق. اوكي الكورن كده خلص، مش محتاجين اي حاجه، احنا حاطين الزبده وكل حاجه. لو عايزين نزود زبده اوكي. يلا بينا. اوكي انا من الناس اللي بحب الكورن قوي. ملح وفلفل، اكله بتشبع جدا جدا بالزبط. واحنا ما بنحاولش ان احنا نشتريها كتير في البيت، يعني احنا ثقافه الدورة عندنا الدورة المشوي اللي على الكورنيش ده بس اللي احنا نعرفه، لكن هي المسلوقه الحلوه دي بتبقى حلوه قوي. هي كده فول ميل فيها الخضار
طبعا فيها البروتين فيها الكوربس العيش فيها الكورن، هي خلاص كده احنا عملنا وجبه متكامله. بجد انت نورتينا النهارده وكانت فقره جميله. بنشكر ضيفتنا الفود بلوجر داليا ايهاب، بشكرك جدا على وجودك معانا وان شاء الله تنورينا في فقرات ثانيه ان شاء الله. مشاهدينا كده كل حلقتنا خلصت وفقراتنا كلها خلصت، يا رب تكون عجبت حضراتكم. استنونا فقرات متجدده دايما من هو وهن. اشوفكم على خير في رعايه الله.